الحديث عن الغفلة في هذه الأيام التي يعيش فيها العبد المؤمن أعظم أيام حياته من الطاعة ومن تلاوة القرآن ومن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. يصوم النهار ويقوم الليل، يكثر من الصدقات ويصل الأرحام، ويجتهد في مرضاة ربه سبحانه وتعالى. واخترت الكلام عن الغفلة لأننا بدل أن نعيش هذه الأيام في طاعة الله انشغلنا بأمر الدنيا، فتجد أكثر المجالس تجد الكلام فيها عن السياسة والدنيا، عن السلطة والحكم، وتجد التناحر، وتجد إهراق الدماء. وقد قال الله تعالى في القرآن: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لما أمر أبو جعفر المنصور رحمه الله تعالى، أمر سفيان الثوري بأن يكون قاضياً على المسلمين، وكان سفيان في ذلك الوقت من أشب الناس، كان شاباً، فأمره المنصور بأن يكون قاضياً، وكان زاهداً في الدنيا لا يريد السلطة والإمارة كما قال إسحاق ابن راهويه رحمه الله، قال: آخر أمراض القلوب خروجاً منها حب الرئاسة. فقال سفيان الثوري لأبي جعفر المنصور: امهلني حتى الفجر، وكان ذلك بالليل. فجمع متاعه في منتصف الليل، ثم أخذ بعض ثيابه فانصرف وخرج هاربا من تلك المنزلة التي يطلبها كثير من الناس. خرج هاربا فقصد اليمن، وفي الطريق نفدت نفقته، فأصبح الناس، فقال أبو جعفر: ائتوني بسفيان الثوري. فذهبوا فوجدوا باب بيته مفتوحا، فسألوا جيرانه فقالوا: خرج في منتصف الليل. فقال أبو جعفر لمؤذنه: آمرك أن تؤذن في الناس أن من يأتيني بسفيان الثوري حياً أو ميتاً فله 100 رأس من الإبل. وغضب أبو جعفر وأرسل إلى جميع ولاة المؤمنين، فنفذت نفقة سفيان الثوري. فدخل بستاناً من البساتين في منتصف الطريق وهو ذاهب إلى اليمن، فقال لصاحب البستان: أترضى أن أعمل معك على الأجرة؟ قال: نعم. فأخذ يعمل معه أياماً وأياماً، ثم جاء صاحب البستان ذات يوم في منتصف الظهيرة في شدة الحر، ومعه صاحب له، فقال لسفيان الثوري: يا غلام، ائتني بعنب من هذا البستان. فأتاه بعذق من عنب فذاقه فوجده مرًّا فألقاه، قال: ائتني بغيره. فذاقه فوجده مرًّا، قال: يا هذا، ألا تذوق هذه الثمار؟ قال: لم تأذن لي. فضحك صاحب البستان ومعه صاحبه، قال: أتظن أنك بلغت من الورع ورع سفيان الثوري؟ انصرف. فانصرف، فجاء صاحب لهما فحكيا له تلك القصة، فقال: صفه لي. قال: هو شاب نحيف كثير الشعر
قال: والله إنه سفيان، وإن أبا جعفر جعل لمن أتى به 100 رأس من الإبل، فتعالى نقبض عليه ثم نذهب به إلى أبي جعفر. فهرب سفيان الثوري رحمه الله تعالى حتى جاء إلى اليمن، فلما وصلها التقى ببعض الناس فاتهموه بالسرقة، فذهبوا به إلى والي اليمن، فنظر إليه فوجد أن وجهه ليس بوجه لص. قال: ما اسمك؟ قال: عبد الله. قال: أسألك بالله ما اسمك؟ قال: سفيان. قال: سفيان بن من؟ قال: سفيان بن عبد الله. قال: أنشدك بالله ما اسمك وما اسم أبيك؟ قال: سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري. قال: أنت أفقه الناس في الكوفة، أنت سفيان؟ قال: نعم. قال: أنت الذي ولاك أبو جعفر القضاء فأبيت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت الذي جعل لمن أتى بك حيا أو ميتا 100 رأس من الإبل؟ قال: نعم. وظن سفيان أنه هالك، فقال والي اليمن: يا سفيان، أمكث ما شئت واذهب متى ما شئت، فوالله لو أن الأرض لم تسعك إلا تحت قدمي، فجاء أبو جعفر ما رفعت قدمي حتى يراك. فسر به ثم انصرف، فقصد مكة، فأخذ يعبد الله عند الكعبة، فاجتمع عليه الناس وأخذوا يسألونه ويأخذون من علمه، فسمع به أبو جعفر فجاء في مجموعة من جيشه. فلما انتصف الطريق ولما اقترب من مكة، جاء أحد الناس إلى سفيان الثوري وقال: أبشر بالذي يسوءك، فإن أبا جعفر قد اقترب من مكة. فوقف عند البيت ورفع يديه وقال: اللهم إني أسألك ألا يدخلها أبو جعفر حيا. فلما وصل حدود مكة سقط ميتا رحمه الله تعالى. هكذا كانوا يزهدون في الإمارة وفي الدنيا. لذلك دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمير الدنيا، فوجده نائما في حصير قد أثر الحصير في جنبه صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت تنام في هذا وفارس والروم يتنعمان في أمر الدنيا؟ قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرفع عنا الغفلة وأن يرفع عنا حب الدنيا، إن ربي على كل شيء قدير وإنه بالإجابة جدير. من مظاهر الغفلة معاشر المؤمنين الحرص على الدنيا وعلى ملذاتها، والغفلة عن الآخرة وعن أهوالها. أن يكون هم العبد من الصباح إلى المساء الدنيا. قال الله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها
نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ومن أقبح مظاهر الغفلة أن يطلب صاحب الدين الدنيا بدينه. قيل لعبد الله بن المبارك: من أشرف الناس؟ قال: العلماء. قيل له: من الملوك؟ قال: الزهاد. قيل له: من السفلى؟ قال: الذي يأكل بدينه، الذي يجعل الدين مطية للدنيا. لذلك قال هارون الرشيد رحمه الله تعالى لحاجبه: أرى أن في قلبي قسوة وغفلة، فهلا ذهبت بي إلى رجل يذكرني بالآخرة من الوعاظ؟ قال حاجبه: نذهب إلى أحد الناس. فذهبا في ظلمة الليل، فطرقا باب واعظ من الوعاظ، فقال: من الطارق؟ قال: حاجب أمير المؤمنين ومعه أمير المؤمنين هارون. ففرح الواعظ وفتح الباب واستبشر بهما، فقال له هارون: عظني. فأخذ يتكلم ويتكلم ولا يؤثر في هارون. فلما مل منه قال: ألك حاجة؟ ألك حاجة؟ قال: الحقوق كثيرة والديون كثيرة ونحتاج إلى المال. فأمر له بمال ثم انصرفا. فقال هارون لحاجبه: والله ما هذا أريد. ثم ذهب إلى الآخر فصنع منه معه مثل ما صنع. طلب من هارون أمر دنيا وهو واعظ، كيف تعظ الناس بالآخرة وأنت تطلب منهم الدنيا؟ فذهب هارون الرشيد ومعه حاجبه، فقال هارون: هلا ذهبت بي إلى رجل من رجال الآخرة؟ قال: والله لا أعرف أحدا إلا الفضيل ابن عياض. فذهبا فطرقا الباب، فقال الفضيل: من الطارق؟ قال هارون الرشيد ومعه الحاجب. قال: لا حاجة لي فيكما، قال الله: إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو أمير المؤمنين وقد جاء إليه في داره. قال: لا حاجة لي فيكما، لا يريد التعاظم ولا الدنيا ولا الشهرة ولا التقرب من الملوك ولا من الأمراء. فقال الحاجب وكان له فقه: قال: أيها الفضيل، إن الله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا من أولي الأمر، فافتح له الباب. فقال الفضيل لزوجته: ادخل الحجرة. فدخلت، ثم أطفأ السراج، ثم اختبأ خلف الباب، ثم فتح الباب، فدخلا فأخذا يبحثان عنه في ظلمة الليل وهو لا يريد قربهما، حتى وقعت يد هارون الرشيد في جسد الفضيل، فأمسكها الفضيل فقال: ما ألينها من يد لو نجت من عذاب الله، ما ألينها من يد لو نجت من عذاب الله. فبكى هارون الرشيد وتحرك قلبه، قال: عظني. فأخذ يعظه بالموت، قال: عظني. فذكره بالقبر، قال: عظني. فذكره بالآخرة حتى كاد يموت. فقال حاجبه: كفى كفى. قال: دعه، إنما شغلتموه بدنياكم. فأخذ يعظه حتى أشفق على هارون. فقال هارون للفضيل: ألك حاجة؟ أعليك دين؟ قال: عجبا لك، أذكرك بالآخرة
وتذكرني بالدنيا انصرفا عني. فانصرفا فخرج هارون وهو يبكي، قال لحاجبه: إن أمرتك أن تذهب بي إلى رجل من أهل الآخرة فاذهب بي إلى مثل الفضيل. كانوا يزهدون في الدنيا، يركضونها يركلونها بأرجلهم، يطلبون ما عند الله. لذلك جلس أحدهم إلى عمر بن عبد العزيز، فقال عمر: من أراد مجلسي فإني أشترط عليه 3 شروط: لا تتكلموا في الدنيا، ولا تغتابوا عندي أحدا، ولا تضحكوا عندي أبدا. فكانوا يتذاكرون الآخرة. ولذلك معاشر المؤمنين، نحن اليوم في غفلة، والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ما منا من أحد فيما أظن يرجو أن يلقى الله في هذه الأيام. ما أعظم غفلتنا! أين الطاعة؟ أين العبادة؟ أين الإقبال على الآخرة؟ لماذا يكون حديثنا عن الدنيا ليل نهار؟ الملك شأنه بكلمة من الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. نشرات وقنوات وصحف ودماء ودنيا ومطالبات، نساء عاريات سافرات خارجات، وشباب إذا ذكروا بالآيات لا يتذكرون، إذا ذكروا بالأحاديث وصفوا من ذكرهم بأبشع الألفاظ وبأسوأ ما ينبأ به وما يسب به العبد. قال مالك رحمه الله فيما ذكر ابن القيم في الداء والدواء، قال مالك، وهذا ليس من السودان، ليس من الكيزان، ليس من المهنيين، ليس من القيادة، ليس من العسكريين، هذا قبل هؤلاء جميعا. مالك رحمه الله، قال ابن القيم، قال مالك، قال الله تعالى: أنا ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، من أطاعهم، من أطاعني أطاع الله، جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم، أي الملوك، عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن توبوا إلي أعطف عليكم. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد: من آفات النفس 4 آفات: الكبر، والحرص أي على الدنيا، والشهوة، والغضب. قال: ومن غلبه غضبه وشهوته خاف من كل شيء. ومن غلب شهوته وغضبه خاف منه كل شيء، فلا يخاف إلا الله، ولا يعيش إلا لله، ولا يتكلم إلا لرضا الله. نرى اليوم العلماء، أو من يوصفون بأنهم من العلماء ومن الوعاظ، تركوا الدين، تركوا التوحيد، تركوا السنة، وأخذوا يزاحمون السياسيين ويتكلمون في المنابر. فلا الدين رفعوا، ولا الدنيا عمروا، ولا الفتنة أخمدوا، ولا الناس أرشدوا. تجد الرويبضات من أتفه الناس، من أتفه الناس، يقود الفئام من الشباب، ويقود الدنيا. تجده يمسك الجوال ويرسل اللايف، يهيج هؤلاء ويسكت أولئك، يسبه هؤلاء ويتكلم في هؤلاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي الساعة سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب بها الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في شأن العامة، التافه يرفع في الإعلام، تقوم له الدنيا وما تقعد، وما في عقله شيء ينفع الناس.
أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لأمر هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ودين الله والله لا نخاف عليه دين الله بيت الله أرسل له طيرا أبابيل لحمايته دين الله أتى به رسول الله فقبضه الله والدين سار أخذه الصحابة فماتوا ودين الله ماض أخذه التابعون فماتوا ودين الله ما تغير منه حرف وهذا الدين يحفظه ربي جعل الله حفظ التوراة والإنجيل للأحبار والرهبان فحرفوهما ولم يجعل هذا الدين لم يجعل حفظه لأحد إنما جعله لنفسه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وما حفظه الله وربي لا يضيع لا يضيع. أسأل الله أن يحفظ دماء المسلمين أن يحقن تلك الدماء. اللهم سلم هذه البلاد سلم شبابها وسلم رجالها وسلم نساءها سلم أعراضهم سلم ملكهم سلم دنياهم وسلم دينهم. اللهم انصر دينك اللهم أنزل الفتح على هذه البلاد وانزل الرحمات وافتح الأرزاق ووسع علينا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.